ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ حميد منصور، عضو حركة النضال العربي لتحرير الأحواز. أستاذ حميد، أهلا بك معنا. تحياتي لكم. أهلا بك أستاذ حميد. لربما حالة من السخط العالمي الآن على أحكام الإعدام في إيران، ولكن لا يوجد أي رد فعل حقيقي على أرض الواقع. ما الذي يقدمه العالم لهذا السخط إذن؟ مع الأسف الشديد نستطيع أن نقول، يعني عندما نرى هذه الهجمة الشرسة الوحشية من قبل النظام الإيراني على كل المواطنين سوى شعوب غير الفارسية أو حتى الشعب الفارسي نفسه، فلكن بالمقابل المصالح السياسية في عالم متراكم من المنافع والمصالح السياسية يعني اتخذت مع الأسف أشكال غير صحيحة، إدانات وغيرها هذه لا تكفي. أما الشعوب والشعب حتى الشعب الفارسي نفسه يدفع الثمن بهذه الإعدامات الوحشية، لطالما يعني النظام الإيراني يعدم هذه الشباب ويستخدم هذه الوسيلة للترهيب، ترهيب الشعوب بحجج وأخذ كل سائح الذي يزور المناطق سواء في الأراضي المحتلة أو حتى في إيران يؤخذ رهينة للتفاوض. مع الأسف الشديد يعني في حالة سقط كبيرة في هذه الفترة. نتمنى ونطلب أنه من الدول التي ترفع شعار حقوق الإنسان والعداد مع إيران وغيرها، فنرجو ونطلب أنه محاسبتها بشكل علني وبشكل واضح. يعني هو المحاسبة هو دعم الشعوب، يكفي أن تدعمون الشعوب سياسيا وإعلاميا فسوف يسقط هذا النظام لا إراديا في فترة قصيرة جدا. يعني هل تتوقعون أن يكون هناك تحركا دوليا بشأن هذه العقوبات؟ التوقيت كان صحيح جدا، والتوقيت كانت بعض الدول تتحرك، لكن مع الأسف في بعض الجهات المحسوبة على إيران أو على المعارضة الإيرانية نقول أفضل على يعني من الملكيين وغيرهم، هم الذي لوثوا الساحة و يعني مشت أهدافهم مع أهداف النظام الإيراني كالملكيين على سبيل المثال في الوقت الذي تطالب فيه أوروبا بوضع حرس الثوري والبسيج وغيره على قائمة الإرهاب، يجون الملكيين ويطالبون بضم هؤلاء الحرس الثوري و يعني حالة انقلاب على فهذا لا يحصل. هذا يعني بصراحة طيب انتقل معك لنقطة أخرى. الآن هناك إضراب لعمال النفط بالتزامن مع انهيار الاقتصاد الإيراني، انهيار العملة الإيرانية، إلى أي مدى من الممكن أن يؤثر هذا على الوضع الداخلي في إيران؟ بالتأكيد، لأنه النظام الإيراني هو يعتمد اعتماد رئيسي على النفط الذي والغاز الذي يسرقه من الأراضي الأحوازية، فبالتأكيد هذه النفط المسروق، من جهة أنه هم يقولون أنه إحنا زاد تصدير النفط وغيره، فعندما يقول فدائما أنت توقعوا العكس. هذا النظام الإيراني لأنه مبني على الكذب ودائما هو معروف بالكذب وغيره. فمثلا على سبيل المثال عندما يعطي احصائيات على الاعدامات مثلا 200 شخص انتم حسبوا على الاف الناس، فدائما هم كل شيء هم مبني على الكذب، فتاثير كبير راح يكون على لانه النظام مبني على هذا الاقتصاد الوحيد، والحرب الروسيه ساعدت بهذا الجانب لانه العالم محتاج الى النفط والغاز، فساعدت الى قليل ما، لكن يردون الدول الغربية تحتاج هذه المصلحة وهذه هذه المصلحة النفطية في السعر اللي هم يحددونه، فهنا تقع المشكلة. إضافة على أنه في معلومات يعني دقيقة، إيران استخدمت أنابيب تحت الأرض ما بين الأحواز والعراق، طيب فمن هناك يصدرون مثلا النفط من العراق أو دول أخرى، فهذه معلومة أنا متأكد منها
من ناس كانوا يعملون بهذا المجال. فهم بأشكال مختلفة عندما يصرحون نحن نلف على العقوبات، فهم يستخدمون هذه الأساليب. نتمنى أنه يكون للدول الغربية لا تكيل بالمكيالين يعني، وهذا النفاق يعني، من جهة أنه هم محتاجين النفط، ومن جهة يقول احنا نعمل عقوبات على إيران. فهذا لا تنطلي على الشعوب، هذا كذب وتدليس. وفقا لكلامك، أليس من الممكن أن نرى قريبا إدراج للحرس الثوري كمنظمة إرهابية؟ بالتأكيد، هو في عامل واحد يعني اللي بهذا الطريق، هو عامل أنه تعرفين الخدمة بإيران هي إجبارية وليس اختيارية. الحرس الثوري كمنظمات عسكرية أخرى يأخذون الشباب في الخدمة الإجبارية. ففي ناس يعني الملايين من الناس اللي خدموا بالحرس الثوري مجرد خدمة عسكرية لا أكثر، يعني ما لهم دور. لا، مش الكل كان عندهم دور مثلا بقمع الناس، أو مثلا هم مخيرين بهذه الأمور. فلذلك يبقى الناس اللي يحملون الورقة أو ورقة الخدمة العسكرية. طيب، فهذا تعرفين في ملايين الناس، أكثر من 10 مليون إيراني وغير إيراني وغيره يعيشون في الدول الغربية، ويحملون ربما آلاف أو مئات الآلاف منهم يحملون هذه الورقة الحرس الثوري. فماذا يعملون؟ راح تصير مشكلة كبيرة. فالدول تدرس هذا الموضوع على أنه يحلون هذه المشكلة، فبالتأكيد راح يكون الدول الغربية دائما تلاقي طريق حل وسط، يعني دائما في حلول وسط. فبالتأكيد سوف يدرج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب والبسيج وكل المؤسسات التي شاركت بغمع المتظاهرين وبإعدام المتظاهرين بالرمي الرصاص وفي الميادين وفي كل مكان وفي كل الشوارع. أخيرا أستاذ حميد، الملف الإيراني ملف معقد، أطرافه عديدة داخليا وخارجيا. الحل الآن لما يحدث في الداخل الإيراني لابد أن يكون من الخارج ليس من داخل إيران؟ لا، الحل يأتي من داخل إيران، الخارج لا. يساعد هذا الشيء. قلت لك في لما دخلوا بعض الأطراف المحسوبين على المعارضة الإيرانية، هم لوثوا هذه المظاهرات، مع الأسف الشديد وصلوها إلى مرحلة يعني حاليا بهذا الوقت مش صحيحة، لأنه مطالبهم ومواقفهم كانت تصب في مصلحة ولكن أنا أقصد أستاذ حميد أن يكون هناك ضغوطات دولية على النظام الإيراني. بالتأكيد، فشوف الموضوع الأساسي أنه الشعوب غير الفارسية وحتى الفرس نفسهم الذي ما تلوثت ديهم بهذه الأمور يطالبون. لليوم يعني في مظاهرات في أكثر دول، كانت يعني في كندا شفتوا قبل أشهر اللي وصلت حوالي 70-80 ألف، في نيويورك أيضا عشرات الآلاف، والآن في فرنسا وفي برلين وغيرها. فهذه الضغوط تشكل ضغوط كبيرة على الدول الغربية أنه ينحون جانب المصالح قليلا ما، ومصلحتهم تكون مع الشعوب هذه ومع الشعب حتى الإيراني نفسه مستقبلا، مع هذا النظام الإرهابي اللي يقتل الناس. فهنا هم بين يعني أصبح المسؤولين الحكوميين الغربيين بين السندان والمطرقة مثل ما يقول. فمن جهة أنه هذه الناس لهم إيد في التصويت في الدول الغربية، من جهة ثانية يطالبون بتغيير النظام الإيراني. نعم. يعني هذا الشعب نعم. الأستاذ حميد منصور، وصلت الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا، عضو حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، شكرا لك.